ازيكم يا مواليد برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحوت ليوم الخميس 15 سبتمبر ايلول 2022. هتستعد، ممكن تواجه مشاكل كتيرة في محيط شغلك واسرتك. من المهم النهاردة في كل الامور اللي بتبقى بتهمك انك تستشير كتير من الاشخاص عشان يقدموا لك حلول كتيرة جدا لكل مشاكلك. ما تفقدش الامل، وعلشان ما تعتمدش على غيرك. هتستغل طاقتك اكتر علشان تعرف تفكر بعقلانية اكتر تحل بيها كل مشاكلك في الشغل. بيستمر القمر النهاردة في برج الثور المتعمد والمريض شوية في تحكماته. انت النهاردة هتبقى متناسق مع الشمس ونبتون وبلوتو قبل ما يغادر البرج الجوزاء. القمر في برج الثور مستقر عملي اكتر، لكن هنلبي من خلاله احتياجاتنا الروحية والعاطفية والعقلية. من الطبيعي اننا نبقى نتعاون وننسجم مع كل التأثرات اللي عندنا. بينتقل القمر من برج الجوزاء في المساء، هنبتدي من خلاله نبحث عن كتير من التنوع والمشاركة اللي بتعتبر ذهبية. هنبقى متواصلين وفضوليين في وقت لاحق لليوم ده. هيحصل لينا تفاصيل كتيرة مع جانب القمر قبل ما تتغير علامته. هيدخل القمر لبرج الجوزاء في المساء، خليكم مستعدين للتغير اللي هيحصل ليكم.